5.7 250 70. بالنسبة لمواد التدفئة بشكل عام، السنة المواطن شعر فيها غلاء. هو الغلاء أول شيء في عندنا مواد ارتفعت وفي مواد نزلت. القشور بشكل عام كان مرتفعة وحاليا أصبحت أسعارها مستقرة، يعني في انخفاض. بالنسبة للحطب، الحطب بشكل عام كان مرتفع سعره ومحافظة حاله. عندك الحطب اليابس بشكل عام كان مرتفع بشكل كتير كبير، يعني طاح ال $200 أو $220 بالجملة. طبعا على المواطن بيكون أكثر لأنه بيلحق أجور تحميل وتنزيل وفرق بالأوزان وإلى آخره. بالنسبة كمان صار يلاحظ المواطن هذا الشيء بسعر الكيلو. الكيلو هذيك السنة كان ب3.5، نفس الكمية نفس المواصفات، السنة ب6. إيش السبب؟ السبب فرق التصريف، فرق التصريف الدولار على التركي وضعف القوة الشرائية والسيولة المادية مع المواطن. بالنسبة للبيرين، عنا البيرين كان هذيك السنة سعره جيد، السنة في انخفاض بالبيرين. الفحم الحراقات اللي هو مضر للصحة وللإنسان، كان في استهلاك وارتفاع، كان في ارتفاع كتير كتير ملحوظ بسعره. في للمواطن عم يستهلكوا نتيجة انه بيطول بالتدفئة، مع انه مضر صحيا وهذا الشيء معروف.